صباح الخير، والنهاردة مطبخنا مصراوي حبش حرش، وصفة أصيلة من حماتي هي طواجن الرز المعمر. بس أنا بس عملت عليها شوية تعديلات كده عشان نخرج عن المألوف. بدل ما أعمل الرز المعمر بالفراخ أو باللحمة هعمله بالسمان. خلونا نبتدي مع بعض. السمان من الطيور الجميلة جدا والرخيصة جدا والموجودة في كل حتة، والميزة فيه بقى إن هو يعني قريب شوية للحمام، بس بقى عيبه ان هو زفر. دي مشكلة السمان. عندنا اربع سمانات حلوين، يعني سمانة لكل شخص، انا وجوزي وحماتي ولادي ياخدوا واحدة كده ينصصوها، فانتوا بقى على حسب الاشخاص. حط له شوية زيت زيتون، انا بضيف الزيت زيتون مع ان حماتي ما تحطش زيت زيتون، تحط بس زيت. واحط شوية سمنة او زبدة، بس انا احط زبدة، يعني انا برضو السمنة بعتبرها تقيلة شوية. كده زود برضو واحدة كمان، عايزينه غني كده ومدين ودسامة، وعاملينه برضو مرقة حلوة. نخلي الزبدة على جنب. هنعمل ايه؟ اول ما تسخن هنحط السمان، بس احنا محتاجين شويه بهارات عشان زفاره السمان اللي قلنا عليها دي. محتاجين هيل مطحون، محتاجين جوزة الطيب، كمان جنزبيل وقرفه. حط كل حاجه جنبي عشان ابقى تمام. ورق اللورو او ورق الغار او ورقه سيدنا موسى المغربي. حط بقى ورقتين غار كده هنا، عيش حياتهم. سخنت السمنه اهي، هروح جايبه كل حته سمانه كده، كل سمانيه احطها بالشكل ده. اغسلوه كويس وانقعوه في الخل، ضروري جدا عشان هو بجد زفر، ولو ما اتغسلش كويس بيضرب الطبخه كلها. نروح كده سايبينه يتشوح، مش عايزين نحط عليه ملح، هنحط بس فلفل اسود، فلفل اسود كده فريش مجروش من النوعيه الحلوه، موجود عند العطارين. بجد بجد يعني حاولي تتخلصي، مش تتخلصي يعني، خلي ده وده، بس حاولي برضو تحطي جنبك اللي هو المجروش ده يبقى حلو. حطي بقى شويه حبان، حبه حلوين، ممكن حبوب على فكره، بس الباودر بحس شويه فيه بركه. عايزه ايه؟ عايزه مبشرتي بتاعت كوسه الطيب. الجانبين هتنبسط جدا وهي بتتفرج على الحلقه دي. يا سلام بقى لو قاعده مع حد تقول لهم تربيتي. انا بقى في المواضيع بتاعه المطبخ كده تلاقيني دايما راشقه جنب الستات الكبار، اخد منهم الصنعه واخد السر، وابتدي بقى احط بقى اضافاتي انا. هي بجد ليها فضل كبير عليا في حكايه الطبخ العربي، يعني عرفتني على مطبخ مصري، خصوصا ان هي يعني من الفلاحين وجوزي صعيدي اصلا من الصعيد، فخدت من هنا ومن هنا. برضو بتحب هي اكلنا، يعني دايما تطلب حاجات بالاسم، تطلب البستيلة، تطلب الطاجن بتاع الفراخ بالكبد، تطلب الزعلوك، تطلب حاجات كتير. والحريرة حبيبتها جدا، رمضان كله احنا بنقضيه حريرة مغربي. اسيب بقى السمان هنا واروح جايبه البصله بتاعتي. خلينا بس نفضي شويه عشان نعرف نعمل كل حاجه صح، وتشوف الخطوات بتاعه حماتي كما يقول الكتاب. انا الاكل المصري بحب فيه حاجات كتير، من بينهم الاكله دي. طاجن الرز المعمر ده بحبه بكل اشكاله وانواعه، حتى الحلو اللي بالمكسرات والزبيب والحاجات دي. هروح جايبه هنا، خلينا نقيس. احنا مثلا اربعة، عايزة احط اربع كوبايات او سوري كوبايتين من الرز المصري بمعدل نص كوباية للشخص، منقوع مغسول ومنقوع عشان النقع ده بيسهل ان هو يستوي معانا. كوباية عليا كده،
اروح جايبة بقى بصلايه كبيرة كده مفرومة معاه. لازم تعمله كده، حماتي قالت لو ما تعملش كده ما يطلعش الرز طعم. ابشر عليها بقى شوية جوز الطيب، بالشكل ده احط له شوية قرفة، شوية بس مش كتير، احط له شوية حبهان مطحون، الاصيل المطبخ المصري الاصيل. دي الحاجات بقى اللي نلف نلف نرجع لها، كل بلد ليها مطبخ تراثي بتاعها يعني لا يعلى عليه، ومن فات قديمه تاه. فلفل الاسود، خلينا بس نقلب الوزويز دول، جميلة صغننين كده وحلوين، شكلهم شيك كده قاعدين قاعدة ملوكي زي الهواني اهم. الريحة طالعة وحلوة، يعني انا كده اطمنت انه مفيش زفار. وابتدي بقى، بس قبل ما اخلط هضيف حاجة مهمة قوي، هضيف نص معلقة قشطة او زبدة على حسب ما تحبي، اضيفها كده واخلي الباقي عشان هشتغل بيه في الاخر. وابتدي بقى ادعك الرز بتاعي ده بالخلطة دي، هي حماتي قالت كده فانا ماشية حسب الكتاب ما بيقول، هي بتقول كده البصل بياخد الطعم من البهارات بيدي الريحة للرز فعلا، يعني كل ما بعمله بنبسط جدا وهي بتنبسط مني قوي. راح جايبين بقى الرز ده حاطينه هنا، عايزينه يتشوح شوية مع السمن. عايزينه يتشوح شوية بس مش كتير، انه كده كده هنحطه في البرام. البرام الكلمة دي حلوة قوي، من كتر حلاوتها انا عملت مجلة انا وواحدة صاحبتي اسمها سارة، المجلة دي اسمها برام وطاجين بالانجليزي وتحولت عربي، برام وطاجين. يعني اشهر اناء فخاري في مصر هو البرام، واشهر اناء فخاري في المغرب هو الطاجين. المجلة دي عملناها يعني طلعنا فيها كل طاقتنا، كانت فتحة خير علينا، وفيها يعني الواحد كنا بنطلع كل الريسيبي، كنا بنشارك الناس. يعني هي كانت مجلة بتنزل على الانترنت مجانية، ويعني انبسطنا جدا انه نقلنا الحاجة اللي احنا بنحبها للناس وشاركونا فيها، وكانت ناجحة جدا وهي لازالت مستمرة على فكرة. انا كده شوحت السمنات بتوعي، هطلع السمنات بقى اجيب برام هنا، طبعا مش برام مصري عشان عندي برام حلو كده في البيت، بس طبعا لو كنت جبته كان الموضوع اختلف. اجيب لي بقى الوزويز بتوعي دول هنا، الانيسات السمنات المحترمات الحلوات، احطهم بالشكل ده. الرز كده خد كل النكهه، ريحته روعه بجد. ونحط، احنا حطينا كام؟ حطينا كوبايتين رز، يعني نحط مقدار تقريبا كوبايه ونص مرقه بس كده، عشان هنكمل بالحليب او باللبن. احنا على فكره اللبن عندنا في المغرب مش الحليب، اللبن عندنا هو الحاجه زي الرايب كده، مش عارفه بس في مصر ممكن عندكم حاجه اسمها لبنات. هو ده اللبن عندنا، احنا اللبن هو الحليب وفي الرايب،
بس هي كلها مسميات. خلينا في اللغة العربي الحليب عشان الناس ما تفهمش غلط. في برضو مغاربة بيتفرجوا بيتعلموا على الطبخات المصرية بتاعتنا دي فيعرفوا ان احنا بنتكلم على الحليب. خلاص اهي ابتدت تجيب الغلوة بتاعتها. هنعمل ايه بقى؟ هنروح جايبينها ونزين بيها في البرام بتاعنا. وصفة سهلة بس من كتر ما هي سهلة طعمه. وانا بقى ده شعاري في المطبخ، السهل السريع والطعم. هنزل بيها كده مفيش حاجة تضيع. انزلوا اطفي النار اوزع بقى الرز بالشكل ده. كده 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 هون ونجيب اللبن. حطينا كوباية ونص، هنحط كوباية ونص برضو لبن. هو المفروض الرز المصري بياخد كوباية كوباية بس احنا بنزود النص ده عشان الفرن، عشان الفرن حرارته بطيئة والرز بيتشرب بسرعة. احنا كده بنضمن ان كل حاجة تبقى تمام. احلى حاجة في البلان بتاع الرز المعمر بالنسبة لي انا شخصيا، ممكن عشان بحب التصوير وكده، فبستنى اللحظة دي ان هو بيدخل الفرن يقعد يفور 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 وتخرج بقى البريمة من هنا عاملة كده وكده وكده. انا بقى في الحاجات دي بستناها وقعد بقى مستنية بالعدسة اجيب كل حاجة مظبوطة. هدخل البريمة من الفرن اسيبه يستوي 3 ارباع سوا واخرجه. بعد كده احط له شوية قشطة على الوش او ممكن سمنة عشان يتحمر وبكده هيكون جاهز. نطلع فاصل ونرجع نعمل وصفة كده خفيفة، هي مش مصرية، هي حاجة أفرنجي كده بس حلوة. أشوفكم بعد الفاصل.